مساء مساء الخير الخير وأهلا وسهلا بالجميع في حلقة جديدة من برنامج قضايا كندية. طبعا زي كل أحد أنتم عارفين معنا دائما مش ضيوف، هم أصحاب البرنامج، الأستاذ حسن غية والدكتور نور. الأستاذ حسن والدكتور نور، أهلا وسهلا فيكم. أسعد الله مساءك دكتور هشام وأستاذ حسن وجميع المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا بكما وبجميع المشاهدين والمستمعين. أهلا فيكم طبعا وبكل المشاهدين والمستمعين. في عندنا اليوم يعني موضوع كتير مهم، بس قبل ما ندخل في الموضوع في عندنا شوية أخبار هنحكي عنها زي كل زي ما عودناكم كل أسبوع. يس الأخبار، أخبار هذا الأسبوع طبعا فيك برضو كان أسبوع حافل بالأخبار، بس إحنا نقينا يعني زي ما بقولوا أعلى 5 أخبار في الموضوع. في الأمن المحلي، استمرار حرق الكنائس الكاثوليكية في البلاد، والناجون من المدارس الداخلية وقادة السكان الأصليين في كندا يطالبون بوقف عمليات إحراق الكنائس. إحنا طبعا نعرف، يمكن اللي ما بيعرف أو اللي انضم لنا جديد بيعرف انه حكينا كذا مره عن موضوع الاطفال اللي وجدت رفاتهم في المدارس الداخليه من السكان الاصليين، وصل عددهم اكثر من 1000 طفل، يعني من عمر بعضهم بعمر يعني بصغر عمر 3 سنين. فطبعا هاي اثارت موجه ردود فعل في البلاد، أغلبيتها كان ردود فعل طبعا إيجابية من الناس المتضامنين ومن السكان الأصليين خرجوا، وحتى كتير أغلب مقاطعات كندا ألغت الاحتفالات بيوم كندا للتضامن مع السكان الأصليين للاعتراف بأنه التاريخ في يعني زي ما بقولوا التاريخ الكندي فيه بعض الأشياء اللي لازم تم تصليحها. لكن بعض هذه من ردود الفعل يعني زي ما بقولوا النيجاتيف او يعني السلبيه، هي انه بعض الكنائس تم حرقها في البلاد، من خصوصا في مناطق البرتا في ساسكاتشوان وغيرها. بدات من الاسبوع اللي فات ومن اللي قبله، حتى الاسبوع هذا استمرت واشتدت. فالناجين من المدارس الكنديه او الداخليه هاي اللي هم من السكان الاصليين وقادة قبائل السكان الأصليين كلهم صاروا بيطالبوا بوقف عملية الإحراق ووقف العنف والحوار الحضاري. بس عشان نورجي شو الباك جراوند تبع هذا الخبر. في السياسة الفيدرالية طبعا اللي حنحكي عنه الموضوع اليوم، اللي هو تعيين أول حاكم عام لكندا من السكان الأصليين في تاريخ البلاد، ماري سايمون تصبح أول حاكم عام كندي من السكان الأصليين في قرار تاريخي. في جائحة كورونا، صحة كندا تنتظر طلب فايزر للتطعيم بالجرعة المعززة اللي هي الجرعة الثالثة بعد انتشار متحول دلتا، وتأكيد الشركة على أن الفعالية اللقاح ضد المتحور الجديد أقل من فعاليته طبعا ضد الفيروس الأصلي، ومسؤولو الصحة في كندا متخوفون من انخفاض نسبة التطعيم بين الشباب. بس عشان نعطي باك جراوند، في المتحور دلتا صار فيه بعض الدراسات أغلبيتها صارت في إسرائيل وبعضها في يوروب عن فعاليته ضد عن فعالية فايزر وموديرنا أعتقد كمان، والبقية ضد لقاح ضد الدلتا الجديد المتحور. بنعرف أنه فايزر كان فعاليته ضد الأصلي هو حوالي 94%، لكنها نزلت إلى 63 أو 65% بمتحور دلتا. لذلك تطلب الشركة أنها عم بتقول أنه لازم تنصح بجرعة ثالثة بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، حتى تعمل زي ما بقولوا بوستينج أو تعمل يعني تقوية للمناعة عند أجسام حتى المتطعمين ضد المتحور الجديد. في الاقتصاد عندنا ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كندا بشكل غير مسبوق، واستطلاع عام يظهر أنه أغلب الكنديين يؤيدون فتح الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأخيرا بموضوع بالسوشيال تريندينج، ردود فعل متضاربة حول تعيين أول حاكم عام في كندا من السكان الأصليين بين مؤيد ومعارض. طبعا في ناس كتير حكوا عن الموضوع أنه في طبعا اللي أيدوا أنه هاي أول خطوة من الخطوات التصحيح أو السياسي ووضع السكان الأصليين في أماكن ما كانوش يعني دخلوها من قبل،
وهذا يعد منصب مهم في 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 كندا. بعض الناس قالوا انه هذه بس يعني زي ما بيقولوا ذر الرماد في العيون علشان قصص السكان الاصليين والاطفال اللي انوجدوا، وفي ناس ما بين بين بس انتقدوا انه يعني ليش هاي بالذات، خصوصا انها يعني في ناس حكوا عن خبرتها انها مش مناسبه، في ناس حكوا انها في ناس بالذات من كيبك حكوا انها ما بتتكلم اللغه الفرنسيه الى اخره. فكانت ما بين مؤيد ومعارض، بس كان هذا حديث الناس على السوشيال ميديا في كندا تحديدا خلال هذا الاسبوع. بننتقل بعد الاخبار لموضوع حلقه اليوم، واللي هو عن تعيين اول حاكم عام في كندا من السكان الاصليين ودلالات هذا القرار التاريخي. قبل ما ندخل في موضوع الحلقة، أستاذ حسن ودكتور نور، هل لديكم أي تعليق على أي خبر من الأخبار؟ نبدأ فيك أستاذ حسن عشانك قاعد برا ومبسوط في الأجواء الطبيعية هيك. حاولوا يشارفوا كله خاخ، موسم الخاخ يا جماعة. جواتنا هيك يا أستاذ حسن. والله أنا عم عملها أصلا من متوقعكم ومنتظركم يعني. خلص طلع همطلع، اذا بضل هيك الجو همطلعك برا الاستوديو، احنا مش بدنا نعرف نكمل. اهلا وسهلا بكم. تعليقي سيكون عن الخبر الاخير وهو صل الموضوع تعيين الحاكم الجديد، وبالتالي سنناقشه مليا فيما بعد يعني. دكتور نور حابب تحكي؟ يعني بالنسبه للمواضيع الاقتصاديه و غلاء المعيشه والسلع الاساسيه في كندا، هذا كان متوقع بعد الدعم الحكومي الكبير لوقت طويل بالاخص بمواضيع السرب وما الى ذلك، والكونسيومر اندكس او الطلب او التحرك الموجود من قبل الناس على الشراء خف في بعض الاشياء. الجزء الثاني هو في يعني disruption للسبلاي تشين، يعني في نقص، وهذا عم بيزيد كلفة الشحن والعرض اللي كان مطلوب. الخبر الثالث يعني الإغلاق الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الشحن لا يذهب بالسهولة المرجوة بين البلدين، يعني مع أنه في هنالك الكثير من الاتفاقيات التي يقومون بها على الجانبين، إلا أنه حركتها يعني غير العادي والاعتيادي، وهذه بسبب هذه الأفكت. يعني نحن كان غلاء الأسعار ما زال يزيد من أول السنة، لكن الآن يعني بدأ العالم تلحظه أكثر. أضف إلى ذلك أنه حركة التضخم، عادة عندما يكون التضخم عالي الحكومة تتدخل برفع الانترست ريت أو سعر الفائدة، أسعار الفائدة. لن تتحرك الحكومة في هذا الاتجاه، كونه أنه المصرف المركزي ثبت أسعار الفائدة حتى العام 2023 حتى يدعم الحركة الاقتصادية. فمن الطبيعي أن يكون هنالك تحركات أخرى، مثلا مثل غلاء الأسعار، حتى نجب هذا الموضوع أو نتوقف عن ردء هذا التضخم شيئا فشيئا. إذا سمحت دكتور هشام، إضافة لما تحدثتما عن قضية التجارة الدولية من خارج الحدود، هنالك غلاء أسعار داخلي. يعني مثلا أنا كما ترون أنني أعيش في منطقة ريفية، والمزارعون هنا يجدون صعوبة كبرى بإيجاد عمال للزراعة ولقطف الثمار يعني وهذا من العام الماضي، ليس من الآن. يعني جيراني أصدقائي وكلنا هنا في الريف عندهم صعوبة كبيرة، وكذلك هذا انعكس كذلك على أسعار البيوت كذلك. يعني من كان يعمل ب $15 في الساعة لا يقبل الآن بأقل من 25 أو $35 في الساعة، وهذا سينعكس على المستهلك. إذن طبعا نحن أمام أزمة اقتصادية أكثر بكثير مما كان يتوقع الخبراء في نظام. طبعا تعليقا بس على كلامكم، يعني
انه انا شخصيا وكثير ناس لاحظنا اختفاء بضائع كامله عن الـ عن الـ عن الرفوف الرفوف المحلات التجاريه، سواء بضائع امريكيه وحتى في شغلات كنديه، يعني في وولمارت مثلا وغيره كانوا بيجيبوا شغلات اغذيه كلها معموله في كندا لها فترة مختفية تماما، يعني صرنا كم شهر في أشياء ما عم تطلع على الرفوف الداخلية. فواضح إنه شغلة التجارة الداخلية والمشاكل التجارة الخارجية والمشاكل الداخلية فعلا بتأثر علينا. كل اللي بنقوله ربنا يستر وإن شاء الله بنقدر نصحى من هالأزمة بشكل قريب. مثل بسيط يا جماعة الخير، تيم هورتن دائما كان يفتح 24 ساعة على 24 ساعة. طبعا ايام الجائحه كغيره من المطاعم اضطر للاقفال، الان مسموح له ان يفتح، ولكن محلات كثيره لا تزال مقفله او تقفل باكرا لانهم لا يجدون العمال لتسيير الامور. هذا مثل احد الامثله. ان شاء الله ان شاء الله ندعي طبعا ان شاء الله انه تصلح الامور قريبا والاقتصاد يمشي بركي، يعني دعوه ان شاء الله ربنا كريم. يعني زي ما بيقولوا عندنا بلبنان، من تمك لباب السماء دكتور هشام. وانت السماء فوقك على طول، عاد انت اللي ادعي، احنا فوقنا سقف. ندخل في موضوع الحلقه، هو موضوع طبعا مهم جدا، تعيين اول حاكم عام في كندا من السكان الأصليين. طبعا احنا مش هنحكي كتير، بدناش نحكي كتير في موضوع شو هو الحاكم العام، لانه حكينا عنه افردنا له حلقة كاملة، ندعو الناس الى انهم يحكوا. المهم انه هو من المناصب المهمة، يعني مش على مستوى يمكن زي ما بقولوا داخل، على مستوى كبرستيج زي ما بقولوا لها، او مستوى يعني انه سياسي، مستوى أهمية، رمزي، مستوى رمزي. فلما تتعين حاكم عام من السكان الأصليين هذا يعد شيء كبير. ليش؟ خلينا نفهم الناس، سواء من الإخوة العرب اللي خصوصا كتير منهم إجوا جديد على كندا وما بيعرفوا بالموضوع، أو اللي بتابعونا من برا كندا، نعرف إنه في ناس بتابعنا من برا كندا، شو أهمية هذا القرار بتعيين حاكم عام وتكون من السكان الأصليين؟ نبلش فيك أستاذ حسن بعدين دكتور نور. أولا طبعا كما تفضلت دكتور هشام، هو مركز أو رسمي ولكن رمزي، لأنه هو يمثل رئاسة الدولة. كثيرون من الإخوة العرب يتصورون أن جستين تريدو هو رئيس الدولة. جستين تريدو، السيد تريدو، هو رئيس الحكومة، رئيس الوزارة، بينما رئيس الدولة هو الملكة إليزابيث، والحاكم العام هو ممثل الملكة هنا. وأي قانون يصدر من البرلمان الكندي لا يصبح ساري المفعول إلا عندما يحصل على التوقيع الملكي، يعني توقيع الحاكم العام. يعني كل المسألة، مسائل التشريفات، مسائل التمثيل الحكومي وكلها هو النائب العام، ولكن ليس عندها أي قرار، أي لا تتخذ قرارات، وإنما كما هي ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم، كذلك الحاكم العام كذلك يملك ولا يحكم. ولكن نتحدث عن الرمزيات، هو منصب رمزي، وكذلك هذه الحكومة الكندية تتعلق كثير بالأمور الرمزية، وهي الآن هو قرار حكيم. أنا لا أنتقد هذا القرار، يعني كما تحدثت في المقدمة دكتور هشام عما جرى مع اكتشاف جثث أطفال ما يزيد عن 1000 طفل في المدارس الداخلية من السكان الأصليين، وقضايا الاغتيالات والاختطاف والاغتيالات التي كانت تتعرض لها النساء من السكان الأصليين. يعني هنالك أمور كثيرة تحتاج إلى حلول، وأتى هذا القرار كقرار رمزي، بما أن أولا هي سيدة، وهذه أول مرة كذلك من 154 عام. كندا الآن هذا العام احتفلت بالذكرى 154 لتأسيسها كدولة، أول حاكم من السكان الأصليين، رمز كبير جدا. ولكن هل بإمكانها هي أن تحل الأمور؟ لا أتصور أن عندها السلطة ولا إمكانية تغيير الأمور، ولكن إذا كانت النوايا سليمة والنوايا حسنة وفعلا يريدون حلول وبدأوا بالرمزيات فليكن.
أما إذا كان هنالك من يتصور أن مجرد إيصال سيدة من السكان الأصليين إلى سدة منصب الحاكم العام وستنتهي الأمور وسيتعانى كما يقولون عندنا في بلاد العرب فنجان قهوة، نشرب فنجان قهوة مع بعض وانتهى الأمر، لا، هي هنالك أمور أساسية مفصلية يجب أن يوجد لها حلول. دكتور نور، شو رأيك في الموضوع؟ يعني الحاكم العام هو رأس الدولة كما أشار الأستاذ حسن، وعليه يعني هنالك ممثلين الملكة في المقاطعات يسمون اللتنان جنرال، وفي كندا هي الجوفرنر جنرال. رئيس الوزراء سيد جوستان ترودو كان أخفق إخفاق كبير في تعيين الحاكم العام السابق السيدة جولي بيت، يعني التي كان عندها سيرة ذاتية مميزة بموضوع العلوم والفضاء وما إلى ذلك، لكنها لم تبلي بلاء حسنا في منصبها، إذ يعني ذهبت باستقالة كانت أقرب إلى إقالة بعد ما كان هنالك تحقيق عام جرى من بموضوع الأثيكس ومعاملة العاملين في المقر الملكي في كندا ومقر الحاكم العام. وهذه يعني الكثير من الناس أشار والمحللين أشار بالبناء على أن السيد ترودو لو كان سأل عن سؤال عادي بسيط بما يسمى يعني بتعيين أي وظيفة ريفرنس تشيك، كان ممكن للكثير من الأمور أن تنكشف له، لكنه ذهب باتجاه ما يسمى دائما بالpublic optics، إن هو النظرة العامة وكيف الناس تنظر للأمور. يعني الكثير من المؤسسات الحكومية والشركات بعد استشهاد جورج فلويد قاموا بالعمل على أنه طرح موضوع الدايفرسيتي وتعيين رجال ونساء من ذوي البشرة السمراء أو السوداء في أماكن أو في مراكز مهمة، كمان في نفس الطريقة just for optics أو للمنظور العام. السيد ترودو قام بالفعل في هذا السياق اليوم بتعيين السيدة ماري سايمون، يعني نحن نؤيد ونشجع على أن يكون هنالك الكثير من أبناء السكان الأصليين وبنات السكان الأصليين في مراكز حساسة في البلد، بالأخص في الأمور التي تعنى في مفاصل مهمة تعنيهم، موضوع القضاء في موضوع الأمن الذاتي في موضوع الأمور التي تعنى بالاتفاقيات والمعاهدات مع السكان الأصليين. هنالك أكثر من 600 يعني ريزيرف أو قبيلة في من السكان الأصليين هنا، كل له تراثه وحركته، وعليهم أن يتمثلوا في هذا البلد. إذا تأخر كثيرا هذا القرار بتعيين أناس مثل السيدة ماري سايمون، وهذا كان يعني له أثر، يعني كنا رأينا أناس مثل روميو ساجناش أحد النواب من السكان الأصليين بعد يعني دورتين من الانتخابات ترك السياسة وقال أنه لم يغير كثيرا. موميلاك كاكاك اللي هي نائب عن نونوفوت ابنة 26 عاما انتخبت في العام 2019، يعني قامت بمقابلة مهمة يعني في رسالة أخيرة أنها لن تترشح ثانيا إلى البرلمان لوجود عنصرية ممنهجة ضد السكان الأصليين حتى تحت قبة البرلمان. كنا رأينا ما حصل لجودي ويلسون ريبولد وهي كانت المدعية العامة وزيرة العدل السابقة، وكيف عملت من قبل الحزب الليبرالي والحكومة الكندية، وحتى يعني بتغريدة من زميلتها
بنت كارولين بنت وزيرة الانديجينس افيرز بعثت لها تكست مسج مشين ومسيء لأنها طلبت تأخير الانتخابات، فقالت لها أنت تطلبينه من أجل البنشن، يعني تسخيف الأمور تسخيف الأمور إلى هذا الحد. فأبناء السكان الأصليين وبنات السكان الأصليين لم يكن لهم مكان على الطاولة، وعندما وجد لهم مكان على الطاولة كانوا قد عملوا بطريقة على أنه يعني عليكم أن تكونوا ممتنين لإدخالكم إلى هذه الأمكنة وليس على مثال الزمالة أو المساواة. وفي حديث بالعام 1984 كان نشر للسيدة ماري سايمون التي عينت حاليا حاكما عاما لكندا، كان في مداخلة بينها أو مشادة كلامية بينها وبين رئيس الوزراء الأسبق بيير إليوت ترودو، وكانت تطالبه أنه نريد أن نضع في الاتفاقية بند يدعي المساواة، وكان جواب رئيس الوزراء آنذاك أنه موضوع المساواة هو بالتفكير وليس بالقانون. فكان موقفها حاسم، وأنها هي تمثل النساء والرجال من أبناء السكان الأصليين، وأنهم يشعرون بأنهم غير متساوون ويريدون بندا خاصا في اتفاقياتهم يدعو إلى المساواة. وقالت له أنه نحن يعني وصلنا إلى الساعة 3:30 وأنت بعدك تراوغ في مكانك ولا تريد أن تعطينا حتى بندا في 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 المساواة. هذه طريقة ممنهجة قيدت ضد الحكام والقيادات من السكان الأصليين من قبل جميع رؤساء الوزراء. كنا أشرنا في السابق على الإنديان أكت، وأن الإنديان أكت كان مشين جدا في يعني تصنيفه وترتيبه لحياة السكان الأصليين، وأن معظم السكان الأصليين هم يعني لا يحاكون ما يوجد في ذلك القانون الذي ينظم حياتهم ووجودهم في كندا. لا زالوا يناضلون ويناضلنا أبناء السكان وبنات السكان الأصليين في هذا المضمار حتى إيجاد المساواة والعدالة التي يجب أن يحصلوا عليها. طب بالنسبة لماري سايمون، زي ما احنا حكينا هي صار في عليها طبعا زي ما قلنا في ناس أيدت الموضوع وقالت إنه خطوة كويسة وكذا، بس في ناس انتقدوا كتير شغلات، يعني خصوصا إنه في ناس قالوا إنه ما عندهاش خبرة كافية في هذا الموضوع في السياسة، وإنها كانت شو اسمه يعني هي طبعا داخلة في مضمار السياسة، خلينا نعرف إنه هي دخلت في كذا شغلة، كانت أعتقد إنها مسؤولة أو الأمباسدر أو اللي هو السفير الشؤون القطبية، وكانت برضو سفيرة للبلد في الدنمارك، وكان لها دور في بعض الاتفاقيات، بس يعني في ناس بيعتبرينها ما بعرف ليش، لأنه هي بالذات هي بدأت حياتها كبرودوسر أو كمنتجة برامج في السي بي سي أو اللي هي القناة التلفزيون الكندي. في ناس بيقولوا انها ما عندهاش خبره كافيه منها، يعني حتى خبرتها السياسيه ما كانتش كتير، وفي ناس بنتقدوا انها ما بتتكلمش، معناها هي مولوده اعتقد موجود في الكيبك هي يعني اصليا، لكن بيقولوا انها ما بتتكلمش الفرنسيه والحاكم العام في كندا لازم يتكلم الفرنسي. فشو مين هي؟ خلينا نعرف شوي عنها وليش ليش ليش تم اختيارها غير انها من السكان الاصليين، شو مؤهلاتها بشكل عام كتكون حاكم عام لكندا. نبدأ معك أستاذ حسن. أولا يعني أنت طرحت أمور كثيرة وسأحاول الإجابة عليها كلها إذا استطعت. أولا أن تكون مولودة في كيبك لا يعني أنها من الضروري أن تتعلم الفرنسية، لأنها بما أنها من السكان الأصليين
وذهبت إلى المدارس الكندية التي تهتم بتخطيب بتعليم السكان الأصليين، وهذه المدارس كانت مدارس بالإنجليزية. يعني جغرافيا هي في كيبك، ولكن في شمال كيبك، شمال كيبك الشمال الأقصى من الإنويت، وبالتالي لم يكن هنالك إمكانية تعلم اللغة الفرنسية بالنسبة لها. هذه النقطة. النقطة الثانية أن يقال أنها بدأت كصحفية، كثيرون من عدة حكام عامون في كندا كانوا صحفيين. يعني أذكر على سبيل المثال مدام جون مثلا كانت صحفية في راديو كندا، على الأقل ثلاثة أو أربعة على الأقل كانوا أتوا من حقل الصحافة. إذن هذا أمر يعني ليس غريبا، وعملت في عدة أماكن كما تفضلت، كسفيرة، كممثلة لكندا في مفاوضات حول قضايا القطب المتجمد الشمالي. وأمر مهم جدا، كانت في المفاوضات عام 2000 عام عندما أعيد الدستور الكندي من بريطانيا، من البرلمان البريطاني إلى 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 كندا أيام جيستين تريدو، أيام بيير إليوت تريدو، السيد تريدو الأب، كانت هي في المفاوضات. شارلتون أكورد. نعم. بشارلتون أكورد. بشارلتون أكورد، وكذلك حتى قبل أيام ريني ليفاك عندما سمى عودة الدستور الكندي من بريطانيا إلى هنا كانت موجودة أيضا. وعلى سبيل المثال عندما قاطعت حكومة كيبك برئاسة ريني ليفاك الاحتفالات أو المفاوضات عندما وجدوا أنهم معزولون، لم يتحدث ريني ليفاك في الجلسة الأخيرة، وإنما أعطى الوقت المخصص لكيبك، لأن كل مقاطعة كان لها وقت مخصص، أعطى وقته للسكان الأصليين، وكانت هي التي تكلمت عن السكان الأصليين وتكلمت باللغة الإنجليزية. من هنا عندما الاحتجاج الأساسي أخي دكتور هشام، الاحتجاج الأساسي يأتي من كيبك ومن شريحة معينة من كيبك لسببين. أول سبب أنهم الذين يحتجون، مثلا السيد بلانشيت مثلا رئيس زعيم البلوك كيبك وزعيم الكتلة الكيبكية، هو أصلا لا يعترف بكندا كفيدرالية، هو يريد استقلال كيبك. ثانيا لا يعترف بشرعية منصب الحاكم العام، لأنه هو لا يؤيد الملكية، وأن هذا منصب لا جدوى له، إنما مجرد هو تبذير لأموال المواطنين، وبالتالي هو سواء عينوها هي أم عينوا شخصا آخر هو سيعارض. إضافة إلى كل هذا قضية عدم إمكانية تحدث بالفرنسية بالنسبة لها، والفرنسية هي إحدى اللغتين الرسميتين في كندا. وسمعت بعض المحللين السياسيين في كيبك الذين قالوا إذا كانت جيدة بما هي يكفي لتمثل ريني ليفاك في المفاوضات عام 2001 يعني لا 1981 تخونني الذاكرة 1981 هنالك بعض المحللين الذين قالوا إذا كانت جيدة بما فيه الكفاية لتمثل ريني ليفاك عام 1981 فهي جيدة بما فيه الكفاية لتمثلني. يعني أتصور أن القضية ليست بالعمق الذي يريد أن يصوره البعض. هذا منصب رسمي رمزي، ولا هي لا تقل عن غيرها من ناحية الرمزية لتمثيل هذا المنصب، وسيرتها الذاتية غنية. ولكن السؤال ليس فقط بالشخص، السؤال هل ستتوقف الأمور عند الرمزية وأنه تم أرضاء السكان الأصليين بتسمية سيدة من السكان الأصليين بهذا المنصب وانتهى كل أمر، أم أن هذه التسمية هي لمجرد إرسال رسالة أننا لن نتخلى عنكم وسنحاول إيجاد الحلول اللازمة. المستقبل سيخبرنا. يعني هي كرمزية أتصور أن القرار كان قرارا حكيما، ولكن يجب أن تتبع هذه الخطوة خطوات.
يعني نحن كمسلمين نقول ملاحظة أخي، نحن كمسلمين مثلا نطالب الحكومة بالاعتراف بوجود الإسلاموفوبيا وقيام بالأعمال بالسياسات والخطوات اللازمة لمحاربة الإسلاموفوبيا. الجميع أو ربما ما يقارب معظم السياسيين يدينون الإسلاموفوبيا، ولكننا لا نزال ننتظر الأمور الرسمية. يجب أن تتبع، يجب أن يتبع الأقوال أعمال لنرى إن كانوا فعلا يريدون محاربة الإسلاموفوبيا أم مجرد كما تفضلت وقلت في البداية ذر الرماد في العيون وتسكين الناس. دكتور نور، شو رأيك في الموضوع؟ هل هاي الانتقادات يعني إلها أي زي ما بقولوا بيس أو إلها قاعدة أصلية، ولا هي مجرد امتداد لعنصرية ممنهجة ضد السكان الأصليين، أو حتى يعني مجرد زي ما بقولوا بيس أو انحياز؟ يعني البعض منه انحياز، أستاذ حسن يعني أضاء على الأمور الأساسية. السيد ماري سيمون لم يتسنى لها أن تتعلم الفرنسية في المدارس، وكان يعني كانت مدارسهم ممنوعة من تعلم الفرنسية هناك، فلا يعود لها أي يعني لا فينا نقول يعني الحق عليك ممنوع تعلم الفرنسي ومطلوب منك أنك تكوني تعرفي فرنسي. بالنسبة للسيرة الذاتية، لديها سيرة ذاتية قوية وكبيرة، يعني أن تمثل أو تكون سفيرة الحكومة لدى النورث تريتوريز كلها سوا في لمدة أكثر من 10 سنوات، وتمثل كندا في الدنمارك كسفيرة لمدة 3 سنوات، وتكون بروديوسر. يعني مشادات الكلامية مع رئيس الوزراء الأسبق بيير إليوت ترودو في العام 1984، يعني يمكنك أن تقول لأنه وجودها على الطاولة في ذلك الحين يؤهلها أن تكون في هذه المراكز، ونحن نتكلم عن ما يقارب 40 عام أو 30 عام فنيف. فالسيدة ماري سيمون هي من يعني أفضل ما يمكن أن يمثل في مركز الحاكم العام. باعتقادي تأخر اختيار حاكم عام من السكان الأصليين، ولكن مثل يقولوا better late than never، يعني وجوده الآن في هذا المكان قد يعزز بعض الأمور، بالأخص بالنسبة لرئيس الوزراء السيد رودو، لأنه كان قد يعني أخفق كثيرا في عدة مواضيع. موضوع مهم أخفق فيه هو Truth and Reconciliation Commission، اللي فيه الكثير من أكثر من 50% أكثر من 50% من البنود لم يعني تعطى أهمية. يقول رئيس الوزراء وأعوانه أنه أكثر من 80% من الأمور عولجت، لكنهم يعني وضعوا تشيك مارك عليها بأنه سلموها للأبوريجينالز أو الفيرست نيشنز أو الانديجينس بيبول، أو أعطوها للبروفنسز أو للسيتيز، يعني شالوها عن ظهرهم، ولكن لم تعالج في هذا السياق. الجزء الكبير الذي يعني مر على موضوع السيد ترودو بمعالجته لمشاكل مع السكان الأصليين، يعني كان تعيينه لجودي ويلسون ريبولد كأول وزيرة للعدل وأيضا مدعية عامة، يعني قبل بالإحسان على أنه هذا قرار مهم جدا. لم يتسنى للكثير من المحللين أن يعني أن يعيشوا هذه المرحلة في كل خطواته، لأنه لم تقول السيدة جودي ويلسون ريبولد، لأنه في كابينت كونفيدنشاليتي والكثير الكثير من الأمور لم تقولها للناس، وهي بانتظار أنه أن يرفع هذه الحصانة السيد رودو حتى تقول
ما يجب أن تقول. كتبت كتاب أول وكتاب ثاني وهنالك الكثير من التلميحات، لكن علاقة السيد رودو مع السكان الأصليين لم تكن بالجيدة. كان بعلاقاته يعني بتعيين 14 شخصية لمناقشة موضوع النافتا أو اتفاقية التجارة الحرة في شمال أمريكا اللي سميت كومزا مؤخرا، كان عين تيري بلغراد اللي هو رئيس الأسامبلي أوف فيرست نيشنز أو تجمع الفيرست نيشنز، وهو كان تجمع الفيرست نيشنز أو السكان الأصليين لمدة طويلة، كان عينه كأحد الأعضاء الـ14 وكان يحاول أن يعني يتكلم باسمه، لكن سيد بلغراد يعني عاد إلى السكان الأصليين ورفع انتقادات كثيرة مع السيد ترودو. واليوم هنالك انتخابات جديدة لروزان أرشيبال وهي أول امرأة تنتخب كزعيمة أو رئيسة للأسامبلي أوف فيرست نيشنز، يعني ممثلة لأكثر من 600 مؤسسة تابعة للفيرست نيشنز، وفي أول لقاء لها أو مكالمة تليفونية مع رئيس الوزراء السيد جوستان ترودو قالت له أن يعني هي بانتظار أفعال وليس الأقوال التي عهدناها من مكتب رئاسة الوزراء. دكتور هشام، ملاحظة، تحدثنا عن قضية أن خبرتها بالصحافة. جان سوفي التي كانت أول امرأة تعين في منصب الحاكم العام، عينها بيري لوتريدو عام 79، كانت صحفية أيضا. أدريان كلاكسون كذلك، ميكائيل جان، على الأقل هؤلاء النسوة الثلاث أتينا من عالم الصحافة، وهو على الأقل أن يأتي الإنسان من عالم الصحافة هي نقطة إيجابية ليست نقطة سلبية، لأن بما أنه منصب رمزي وفي كثير من العلاقات العامة والعلاقة مع الناس وتمثيل الدولة، أن يأتي إنسان ويكون عنده خبرة في التوجه إلى الناس هي نقطة إيجابية ليست نقطة سلبية. إذا أتصور أن المسألة الذين يعارضون وجودها هي مسألة أيديولوجية أكثر مما هي حول سيرتها الذاتية للسيدة سيد. طب في يعني موضوع يمكن اللي نختم فيه الحلقة، لأنه في يمكن حكي كتير. هلأ في ناس حكت أو من الكلام نحن اللي بنحكيه كله من ما شفنا على السوشيال ميديا خلال الفترة، لأنه كان كتير الحدث كبير والناس كتير حكت. إحنا زي ما حكينا بالأول، زي ما تفضلتوا أستاذ حسن والدكتور نور، إنه منصب الحاكم العام رمزي ما إله أي شيء، لكن وصول امرأة من السكان الأصليين قد يكون عامل في إنه بقية الحكومة كلها تصير تتوجه أكثر، بما إنه هذا من أعلى المناصب، كونه رمزي لا يعني برضو إنه هو مش منصب مهم أو منصب إله، لأن هي هتكون علاقتها دايركت مع الملكة لأول مرة، رح يكون واحد من السكان الأصليين في علاقة دايركت مع الملكة اللي هي الحاكم الفعلي لكندا. لا، هل هاي تتوقعوا إنه حيكون بما إنه وصلت واحدة من السكان الأصليين لهذا المنصب هيصير في دفع ولو معنوي، يعني مش إنه يعني زي ما بقولوا obligation أو إنه سياسي، بس الحكومة كلها هتصير تتغير نظرتها وبصيروا في يعني تعامل أحسن مع موضوع reconciliation أو موضوع التواصل مع السكان الأصليين بما إنه واحدة منهم وصلت لهذا المنصب. هل يا ترى بنتوقع شيء هيك من الحكومة؟ نبلش معك أستاذ حسن. أخي العزيز، يعني هو كما قلنا نكرر دائما أن المنصب بحد ذاته منصب رمزي، ولكن أن يكون هنالك سيدة من السكان الأصليين على الأقل ستساهم في إيجاد نوع من الحساسية. يعني مثلا عندما يكون مثلا كما حصل عندما بدأت النساء يصلن إلى مراكز حساسة في الدولة، وإن لم يكن في البداية مراكز لها وزنها، ولكن أن تكون امرأة بين 10 رجال أو 20 رجل في اجتماع معين تفرض نوع من وزن الكلام
يعني عندما يتحدث الناس سيزنون كلامهم أكثر ممن أن يكونوا مجرد نادي معين من فريق معين أو كذا. هذا ينطبق على كل الأقليات، يعني مثلا عندما يأتي مثلا شخص ذو بشرة سوداء سمراء أو شخص عربي أو شخص مسلم أو كذا، ويكون يدخل في شركة معينة أو إدارة شركة معينة أو الوزارة، على الأقل سيفرض على الآخرين نوع من الحساسية في الكلام ونوع من الحساسية في التفكير، إضافة إلى موضوع أن يعني يصبح بشكل غير تلقائي أن الإنسان الذي كان عنصريا أو لم يرى شخصا في حياته من هذه الفئة أو تلك الفئة قد يعيد نظرة. أنا تحصل معي كثيرا مع بعض الكيبيكيين الذين عندهم نظرة معينة عن العرب أو المسلمين أو كذا، عندما أتحدث معهم يجدون أن هنالك يعني نقاط مشتركة كثير، يلجؤون إلى كلمة توتي باباري، أنت مختلف. أقول لهم لا، أنا لست مختلف، الفرق الوحيد هو أنني أنا أمامكم، تعرفونني وأعرفكم ونتقاسم الطعام والشراب وكذا، تفهمون لغتي، بينما الآخرون لا ترونهم لا تعرفونهم، وبالتالي تتصورون أنهم مختلفون وأنني مختلف. يعني من هذه الناحية قد تساهم، وهي خطوة لابد أن تتبعها خطوات. يعني آسف على التكرار، إذا كانت تتصور هذه الحكومة أو غيرها أنهم مجرد أنهم أنزلوا الحمل عن كاهلهم ووضعوه على كاهل غيرهم لمجرد أنهم اختاروا شخصا من السكان الأصليين، فستكون هنالك مفاجآت مريرة، ولن يدفع ثمنها فقط السياسيون، سيدفع ثمنها الوطن ككل. أما إذا كان هنالك فعلا نية حسنة في تغيير الأمور وبدأوا بالرمزيات فأهلا وسهلا. دكتور نور، هل تعتقد انه راح يصير في تغيير؟ وهل زي ما بيقولوا يعني استاذ حسن ذكر نقطه انه لما بلش تعيين النساء بالخمسينيات وغيره صارت الناس تستحي تحكي شيء او ويمكن هذا الاشي كمان بنقدر نقول كسر حاجز انه المراه تدخل في السياسه او المراه تدخل في مجال العمل او غيره. فهل تعتقد انه هذا الاشي راح يغير ويمكن يؤدي الى كسر الحواجز لانه احنا زي ما انت قلت كمان انه في ناس من السكان الاصليين بطلوا من السياسه وعم بتراجعوا، هل هذا ممكن يرجع النفسيه انه لازم نكون اكثر حتى نسمع صوتنا حتى كذا؟ هل بتعتقد هذا الشيء راح يصير؟ يعني مما لا شك فيه انه تعيين امراه بهذه الشخصيه من السكان الاصليين في منصب الحاكم العام سيكون له دلالات كثيره. كما أشرت في البداية أنه السيد ترودو كان قد تأخر في هذا القرار، يعني كان ممكن أن يعين هذه الامرأة في المرة السابقة، لكنه يحاول أن ينقض الموقف دائما في الربع ساعة الأخير. هكذا تصرف بعد استشهاد جورج فلويد، وهكذا تصرف بعد انكشاف الكثير من المقابر الجماعية عند السكان الأصليين، وهكذا سيتصرف. عهدناه منذ في حكمه دائما على أنه يعني يأتي في الربع ساعة الأخير ليحاول لملمة الأمور. لكن بالإجمال أنه هذه الرمزيات سيكون لها دلالات بكسر حواجز كانت موجودة دائما. يعني موضوع الإسلاموفوبيا وتحركه، دعا بالسيد رئيس وزراء ترودو إلى تعيين عضو في المحكمة العليا الدستورية القاضي محمود جمال من أصول إسلامية لأول مرة في تاريخ كندا. يعني إذا كنت تلاحظ هذه الأمور بالتحرك على ما يحصل ضد الريسيزم بالنسبة لأبناء البشرة السمراء أو السوداء، وموضوع الإسلاموفوبيا وموضوع السكان الأصليين، وأيضا بالنسبة للأنتي إيجيان ريسيزم أو ضد، يعني هنالك استباقات تقوم فيها الحكومة في الربع ساعة الأخيرة
لإنقاذ الموقف، وتقول أنه نحن على مسافة واحدة من الجميع. هنالك الكثير من أبناء البشرة السوداء أو المسلمين أو السكان الأصليين الذين لديهم باع طويل في الشأن العام والسياسة والأمن والاقتصاد وما إلى ذلك، ولكن يستبعدون عن التعيينات في هذه المناصب. رأينا مثلا السيد ترودو يعين حسن يوسف إلى مركز السنت مؤخرا. الكثير من أبناء النقابات انتقدوا هذا التأييد على أنه يعني هو رد اعتبار لمساعدات جاءت من اليونيونز اللي هي بأغلبها مع الحزب الديمقراطي الجديد. لكن بالنسبة مثلا لكثير من أبناء الجالية المسلمة رأوا أنه هنالك تحرك باتجاه صحيح، أنه تعيين سناتور من أصول إسلامية كحسن يوسف أو تعيين عضو في المحكمة الدستورية العليا في كندا لأول مرة في تاريخه كقاضي محمود جمال، أو والآن ماري سيمون بالنسبة للسكان الأصليين تأتي في نفس السياق. كما أشرت في البداية لا تزال هذه الأمور يعني توضع تحت ما يسمى بالأبتكس بالإنجليزية أو إظهار وجهه الحسن، عليه أن يقوم بأعمال وليست وأفعال وليس كلام وتعيينات رمزية. وضع مزير مثل السيدة جوزي ويلسون ريبول في وزارة العدل والمدعي العام وإقالتها على أول مفرق عندما تخالف لتطبيق القانون لأنه على كان يريد أن يتجه باتجاه اللوبيات من الشركات SNC لافالان وغيرها، كان يعني أحد يعني أكثر الإخفاقات للسيد رئيس الوزراء. والآن ما يقوم به في هذه التعيينات هو ممتاز وجيد، ولكن عليه أن يقوم بأفعال إدارية مميزة. يعني موضوع السيستميك ريسيزم، كان عنده حكومة أغلبية لم يقم بشيء باتجاهه، اليوم عنده حكومة أقلية ويدعم من NDP في أي قرار في موضوع السيستميك ريسيزم، إن كان في الإسلاموفوبيا أو أي موضوع متعلق بالسكان الأصليين، أو لا يقوم بأي قوننة في هذا المضمار. قبل ما يعني نختم بالحلقة، بس في عندنا سؤال جاي من زميلتنا ميسون، بتقول ما يهم في الموضوع هو هل هي تستحق هذا المنصب بجدارة أم أن تعيينها هو محاولة لإنقاذ الموقف الكندي من تاريخ المدارس السكنية كونها من السكان الأصليين وأيضا امرأة، لماذا لم تطرقوا توقيت تعيينها في هذا؟ أنا بقول إنه إحنا من أول الحلقة ميسون حكينا عن توقيتها، وإنه هل هو فعلا من شان هاي أو كذا، والدكتور نور والأستاذ حسن قالوا إنه متأخر جدا، لكن سوري مش عارف هل بتحبوا دكتور حسن أستاذ حسن أو دكتور نور تجاوب على السؤال. أنا أتصور أننا أجبنا طيلة الحلقة، ونحن أهلا تحياتي أختنا وصديقتنا ميسون، طيلة الحلقة وأنا والدكتور نور وحتى أنت دكتور هشام نجيب على هذا الموضوع. طبعا التوقيت مهم جدا وساهم كثيرا، يعني قضية اختطاف واغتيال السيدات من السكان الأصليين وقضية اكتشاف المقابر الجماعية ساهم كثيرا في اختيار هذه السيدة. نحن لم أقل ولم يقل أي واحد منا على هذه المنصة أنها غير جديرة، ولكن هي جديرة على الأقل هذا ما نرى، وغيرها كثيرون جديرون أيضا، ولكن اختيارها هي التوقيت ساهم باختياره هي بالذات بدلا عن غيرها. وكما قلنا نحن الثلاثة يجب أن يتحول الرمز إلى فعل، يجب أن تتبع الأقوال، أن تتحول الأقوال إلى أفعال. أما كما قلت وأكرر أختي ميسون، إن لم تسمعيني أول مرة اسمعيني مرة ثانية وأكرر، إذا كان المسألة مجرد أنهم يتصورون أنهم بتعيين سيدة من السكان الأصليين سيضعون الموضوع تحت السجادة أو تحت الحصيرة ولن يسمع به أحد، فهم يخطئون
ولن يدفع السياسيون وحدهم الثمن، وإنما سندفعه نحن جميعا وكندا ستدفعه. يجب أن تجد الطبقة السياسية في من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية، يجب حتى المجتمع، يجب أن تعالج أمور العنصرية والاضطهاد التي مورست خلال قرون من الزمن على السكان الأصليين. وهذا الاضطهاد لا يعالج فقط بتسمية سيدة في منصب الحاكم العام، ولكن هذا لا يعني أننا لا نرى في هذا التعيين خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح إذا كان فعلا هنالك نية في تصحيح المسار. دكتور نور، عندك شيء خصوصا؟ أنا لأنه ذكر الأستاذ حسن برضو قصة مش بس الأطفال لكن النساء المختطفات كمان اللي عم بتصير هلأ وفي موجة تحرك، فهل برضو كونها امرأة بالذات غير عن كونها إنها من السكان الأصليين برضو ها يعني لما بقولوا بضربوا عصفورين بحجر، عم بقولوا إنه هذا من السكان الأصليين وبرضو لامرأة، خصوصا إنه في ظل خطف وقتل النساء، هل تعتقد إنه هذا كان برضو من العوامل الرئيسية؟ يعني باعتقادي نعم، إلا إذا كان سيد رودو مثلا يهيئ مكانا لسيد باري بالغريد ليكون عضوا في السنت، كونه خلص مكانته اليوم في قيادة الأسامبلي أوف فيرست نيشنز. يعني حسن يوسف عندما انتهى أو توقف عن الترشح لرئاسة الكنديان ليبر كونغرس أو اتحاد العمال الكنديين، فعينوا إلى السنت، ويقال أن الجميع أسدى له الكثير من الخطوات التي كان لا يمكن للسيد رودو أن يصل إليها عبر العمال. وكذلك بالنسبة للأسامبلي أوف فيرست نيشنز، الكثير يقول أنه باري بالغريد كان أسدى الكثير للسيد رئيس الوزراء، وقد يعده في يعني بعض التعيينات، يعني قد يعينه كسفير مثلا أو كعضو في مجلس الشيوخ. لننتظر، يعني انتهت مدته منذ يومين وانتخبت السيدة جديدة روزان أرشيبال، وكان هنالك انتخابات طاحنة كما يقال، يعني حسمت بعد انسحاب أكثر المنافسين لها من ساسكاتشوان في الجولة الخامسة يعني من الانتخابات. وعندما انتخبت في أول لقاء لها مع رئيس، أول كلام لقاء كلامي مع رئيس الوزراء، قالت له نحن نريد دعم الحكومة مباشرة لأننا على خارطة الطريق، عندنا في 100 يوم الأولى لرئاستها الأسامبلي أوف فيرست نيشن سنقوم بتحقيقات في كل الريزيدنشال سكولز لكشف مصير أبنائنا وبناتنا الذين فقدوا في هذه الأيام، لأن هنالك أناس من السكان الأصليين وأجيال، يعني parents و grandparents و children و grandchildren موجودين ما زالوا يعانون، ونحن نريد أن يعني نصل إلى خاتمة إلى هذا الموضوع، و نريد دعما مباشرا من الحكومة على جميع المستويات المادية واللوجستية والمعلومات وما إلى ذلك. يعني آخر مدرسة من الريزيدنشال سكولز أو المدارس الداخلية السكنية كانت أقفلت في العام 1996، نحن بعد 25 عام عم نكتشف مقابر جماعية في هذه المدارس، وهنالك الآلاف من السكان الأصليين الأطفال الذين فقدوا ولا يزالون مفقودين. يعني وعد هذه السيدة من الأسامبلي أوف فيرست نيشنز بقيادتها أن تضع في نصب عينة وأولى أولوياتها سيزعز رئيس وزراء ترودو كثيرا، وسيكون لأنه هنالك إرث كثير، يعني الكثير من المدارس، هذه المدارس كانت يعني تحت وجود والده مثلا في سدة رئاسة الوزارة ل 18 سنة أو 16 سنة تقريبا، والحزب الليبرالي في أكثر
هذه الأيام. ويعني عندنا كنا نتكلم عن reconciliation أو وجود يعني هذه الآفاق التي ستحل مشاكل السكان الأصليين البداية من هنا، وسيكون السيد رئيس الوزراء على المحك إذا تجاوبا كاملا مع الأسامبلي أوف فيرست نيشنز. فيعني إذا تجاوب سيكون متعاون، لكن النتائج لن تكون مرضية له، لأنه سيكون هنالك الكثير من المقابر الجماعية التي ستكشف والمزيد من، وهذا سيطرح الكثير على الحكومة بأنه عليها أن تقوم بالمزيد لعمل شيء ما حتى ينطلق من هذا. السيد رئيس وزراء ووزير وزارة العدل في كندا يعني حتى اليوم لا يزالون يقاضون الأطفال، يعني هنالك محاكم من الحكومة الكندية ضد أطفال السكان الأصليين على خلفية dental plans، يعني أنه إذا السكان الأصليين بحق لهم يكون عندهم dental assurance ولا لا، ضمان صحي للأسنان، ضمان صحي للأسنان. فعلى موضوع ضمان صحي للأسنان هذه الحكومة تقاضي السكان الأصليين، فما بالك بأمور تختص ب يعني اختطاف أولادهم، وعلما أنه هنالك شقين للموضوع، أولا أمني وحكومي، وأنه الـ RCMP كانت تقوم بالكثير من هذه المعاملات السيئة مع السكان الأصليين، الكثير من النساء التي اختطفنا والتي فقدنا من السكان الأصليين كان للحكومة باع طويل في هذا المضمار، يعني أو إما مباشر أو غير أو غير مباشر. والجزء الثاني للكنيسة الكاثوليكية، لأنه نحن يعني كمجتمع كندي هنا أو الحكومة الكندية والكونستيتيوشن الكندي قام على الكريستيان جوديو فاليوز في كثير من الأمور، وأنه وجود الكنيسة الكاثوليكية على رأس المدارس الداخلية التي عانى منها الأمرين السكان الأصليون سيكون عليهم العمل بالكثير من موضوع اعتذار رسمي، يعني الكثير ينتظر البابا في روما أن يعتذر رسمياً كون هذه المدارس الكاثوليكية مدارس السكنية أو الداخلية كانت تدار من الكنيسة الكاثوليكية، وسيكون له لقاء مع قادة السكان الأصليين من كندا في شهر آب المقبل، علنا نرى بعض النور من ذلك اللقاء، وتكون بارقة أمل يعني إيجاد مجتمع أكثر عدالة في كندا. أريد أن أشير على شيء مهم وأساسي، إنه ما حصل للسكان الأصليين في كندا حصل الكثير منه مع أبناء الجاليات المينوريتيز بدرجات متفاوتة، إن كانوا الصينيين أو اليابانيين أو السود أو المسلمين أو العرب أو الكل. ولذلك علينا أن نرى أنه يعني ذبحنا يوم ذبح الثور الأبيض، علينا أن لا ننتظر، علينا أن نقوم بمؤازرة ما يقوم به إخواننا في من السكان الأصليين، يعني ندعو أبناء الجالية بكل فئاتهم إلى أن يساهموا يعني بأي شيء بسيط، كانوا بدعم أو بمظاهرة أو بلايك على الفيسبوك أو شيء، أو تعرف أو تعلم ما حصل لأبناء وبنات السكان الأصليين، لأنه لدينا قاسم مشترك كبير، وعليه أي حقوق يحصلون عليها قد تكون حقوق مهمة نحو العدالة لكل الأثنيات الموجودة في البلد، ونحن جزء من هذه الأثنيات. طبعا أنا بس بحب أقول في هذا المجال أنه نحن كقناة يعني بوجود الأستاذ حسن والدكتور نور بالذات في هذا البرنامج أسلطنا الضوء كتير
على السكان الأصليين من خلال 5 حلقات اللي بيحب يتابعهم يشوفهم ويفهم الموضوع، لأن الموضوع هذا متعلق يعني تعيين النائب العام أهميته كله متعلق بالتاريخ اللي خلينا نقول المظلم لكندا مع السكان الأصليين، واللي احنا حكيناه في 5 حلقات. ودائما بنحكي عن موضوع السكان الأصليين، ودائما بنحكي بس مش بس عن السكان الأصليين، بنحكي عن تجمع انه الماينوريتيز اللي زي السكان الأصليين ونحن كعرب وكمسلمين وكأقليات تانية كنا دائما نكون واقفين مع بعض لحتى نوجد مستقبل افضل ان شاء الله لهالبلد اللي هي يعني باعتبار بلدنا صارت، يعني بغض النظر من وين اصولنا لكنها الان هي بلدنا ولازم نهتم في شؤونها عشاننا وعشان اولادنا والاجيال الجايه. ان شاء الله نتامل ان تكون هاي الخطوه زي ما تفضلتوا دكتور نور واستاذ حسن تكون خلينا نقول فتح صفحه جديده، لانه احنا لاحظنا وانت دكتور نور هلا ذكرت شغلة مهمة قصة القضايا اللي في المحاكم، انا تفاجأت في هاي الاشياء كتير هاي السنة انه في بهاي الحكومة، لكن زي ما شفنا انه كان في قضايا ضد حفر المقابر او الكشف عن المقابر لغاية قبل فترة لما اكتشفت المقبرة الاولى اللي هي 215 بعدها بشوية اعتقد كتير من انا اللي سمعته انه كتير من القضايا هاي اسقطت، وهلأ الحكومة الفيدرالية بتقول خلاص رح نقوم بعمل جاد لأنه خلاص يعني حنوقف القضايا هاي وحنبلش جديا نبحث عن هاي المقابر. فزي ما بقولوا التاريخ بيتحرك ببطء، لكن عشان هيك أو مش لكن عشان هيك لازم يكون نفسنا طويل ونحاول كناس ندعم إخواننا من السكان الأصليين، إخواننا من السود، إخواننا من كل الأقليات التانية، ونكون إيد واحدة لحتى كلياتنا زي ما قلت ننال حقوقنا ونحسن من معيشتنا ومعيشة الكل في هالبلد. بدي في النهاية أشكركم كتير أستاذ حسن اللي طالع لنا اليوم من أحضان الطبيعة، ودكتور نور طبعا دائما أنتوا اللي بيسرقوا الحلقة بآرائهم وبالمعلومات اللي بتنحكى. أجين حلقاتنا كلها موجودة على الفيسبوك، موجودة على اليوتيوب، إذا بروح على كنار تي في لايف على اليوتيوب راح يلاقي كل الحلقات موجود ليست أو زي ما بسموها بلاي ليست للبرنامج. بتحبوا تشوفوا كل الهاي وتقدروا تدوروا فيهم وتشوفوا الهاي. بنصح دائما تشوفوا كل إشي لأنه كل الحلقات مرتبطة، المواضيع كلها مرتبطة في بعض، وحكينا عن هاي القضايا من أكتر من سنة بلشنا نحكي بالتتابع. ولما بتفتحوا الفيسبوك وبتتفرجوا زي ما بتقولوا زي ما نقول لايك تلاقوا شير تشيروا سبسكرايب تعملوا، والمهم تضربوا على الجرس عشان لما نحط اي حلقه تيجيكم التنبيهات. شكرا لكم استاذ حسن دكتور نور، وشكرا للمشاهدين جميعا، وبنلقاكم في حلقه اخرى في الاحد القادم بنفس الوقت بموضوع لا يقل اهميه عن هذا الموضوع. تصبحوا على خير. شكرا جزيلا.